السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلاب، أرحب بكم في يوم جديد وأتمنى لكم إن شاء الله يوم دراسي موفق للجميع. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا بطل، مين معايا؟ حمزة؟ نعم، حمزة معايا ولا مين معايا؟ أيوة، أخذنا قراءة المعلومات أخذنا قراءة المعلومات الغذائية يا حمزة. غذائية يا حمزة؟ أيوة. شايف الشاشة أنت يا حمزة؟ نعم، شايف الشاشة؟ صباح الخير يا مستر. الشيشة مقطعة شوية. الشاشة ماذا مقطعة؟ حمزة، خدنا الدرس ده امبارح، إجراء مقارنة بين المنتجات المختلفة للحبوب. شايف الشاشة يا حمزة؟ لا العب مستر، ايوه شايف الشاشة. لا اقفل يا حمزة كده بعد إذنك يا حمزة. سيف سمري، شاطر يا مستر. محمد إسماعيل، خمس شاشة واضحة كده يا محمد. خدنا إجراء مقارنة بين منتجات مختلفة الحبوب. خدناهاش. شاشة يعني زهرة كده من الزهرة. مش ظاهرة كويس. زهرة الشاشة. تعال تاني يا محمد، خليك معايا كده، قول الشاشة زهرة من الزهرة. ماشي يا بطل. ماشي. الشاشة كده ايه؟ ها شوية. كده زهرة من الزهرة. كويس كده. الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نبدأ درسنا بيوم الأطفال، إجراء مقارنة بين منتجات مختلفة لحبوب الإطفال. زي ما احنا شايفين في الشكل كده، ده في المايك، زي ما احنا كده شايفين في الشاشة عندنا. كابتن عمر، عندي ثلاثة أنواع من حبوب الإفطار. الإفطار ده كورن فليكس، ده بنحط عليه الحليب كده وتاكل في الصباح. فعندي هنا ثلاث مصطلحات من حبوب الإفطار: منتج حبوب رقم ألف، منتج حبوب رقم الإفطار رقم ب، منتج حبوب الإفطار رقم ج. وهنا عندي الموثق يحتوي على بعض المعلومات عن العناصر الغذائية. عايزين معاك كده ممكن بطل كده أفضل تعرف مع بعض على المعلومات الغذائية الموجودة في حبوب الإفطار ألف. معانا مين من الأفضل؟ وبعدين محمد إسماعيل، اتفضل يا محمد. المعلومات الغذائية 10 حصص، طعام. طعام في الكيس الواحد. يعني هو 10 حصص لكل فرد، في حصة، حصة الفرد الواحد كام يا بطل؟ كمية حصة الفرد 40 40 جيم. ميم، تعرف ايه معناها يا محمد؟ جرام. ممتاز، 40 جرام. طيب يبقى دي أول حاجة معلومة بعرفها، حصة الفرد في هذا المنتج المفروض يتناولها لا تزيد الكمية عن 40 جرام. تمام، تعال نشوف مع بعض كده. في حاجة اسمها السعرات الحرارية. ايه السعرات الحرارية؟ حد عنده فكرة؟ نشوف حد غير محمد كده، ناخد براء. صباح الخير يا براء. براء،
طيب ناخد حمزة جلال، اتفضل يا حمزة. نعم. ايه السعرات الحرارية دي؟ هنا بيقول لي السعرات الحرارية وجيب لي رقم هنا جنبي، ايه المقصود بيها؟ السعرات الحرارية أو كل أكلة لها أرقام مختلفة، اللي هي تعرف ما المقصود بالسعرات الحرارية يا حمزة أم لا؟ الدهون شكرا ليك يا حمزة. طب اعرف كده شوية كده وتتعرف يا حمزة. ناخد مين تاني يعرف غير محمد اسماعيل يا ابطال؟ شوف محمد اسماعيل اللي عارف. طيب شوف محمد اسماعيل كده ما شاء الله عليه مركز، اتفضل يا محمد. المقصود بالسعرات الحرارية كمية الطاقة. ما شاء الله عليك، ممتاز ومنتبه، منتبه جدا ما شاء الله عليك. السعرات الحرارية يقصد بها الطاقة التي نحصل عليها عند تناول الغذاء. نسمع عبد الرحمن كده. احمد اتفضل عبد الرحمن. شكرا لك يا محمد. نعم مستر. انت رافع ايدك، اتفضل، عايز تقول ايه يا عبد الرحمن؟ السؤال عندك رأي تاني ليه غير اللي قاله محمد اسماعيل؟ يعني السعرات الحرارية ممكن تكون في أي طعام ولا هي في طعام واحد؟ اي طعام طبعا بنتناوله، لان السعرات الحرارية بتعبر عن كمية الطاقة اللي بحصل عنها من الغذاء. يعني كل غذاء انت بتاخده بيعطيك، بيكسب الجسم طاقة، فطبعا طبيعي اي نوع غذاء باخده بيعطي الجسم طاقة. السعرات الحرارية هي كمية الطاقة اللي بنحصل عليها من المنتج ألف هنا كام؟ 165 سعر حراري. احنا قلنا طب انا قلت قبل كده المفروض السعرات الحرارية اللي نحصل عليها في اليوم الواحد لا تتعدى كام؟ قلت رقم كده، نشوف مين اللي مركز معايا. نشوف، ها عندك فكرة عبد الرحمن؟ اتفضل يا عبد الرحمن. أكثر من مرة. لا شكرا ليك يا عبد الرحمن. اسمع كده، نشوف معانا محمد اسماعيل. طيب اتفضل يا محمد. 225. لا انا حددت رقم قبل كده، عايز واحد يكون شاطر وكان مركز معايا وفي اللي انا قلته. مين يا ابطال؟ سيف سمر، اتفضل يا سيف. 120. لا يا بطل، انا حددت رقم كده حددوه العلماء، هو لازم. حمزة جلال، طيب اتفضل. مية 165. أكرة. هو أنا كنت أقول كده. لا يا بطل، انا مش في المنتج ده، انا بقول بصفة عامة الانسان العادي المفروض. حددت، نحفظ بقى الرقم اللي اقول عليه، لا تتعدى السعرات الحرارية اليوم في اليوم الواحد عن 2000 سعر حراري. تاني، لا تتعدى السعرات الحرارية في اليوم الواحد عن 2000 سعر حراري. فهمنا؟ تمام؟ طيب تعال نشوف مع بعض، نستعرض كده مجموعة ايه المكتوب كده في المنتج الإفطار كده، لو أنا عايز أخد فكرة عنه. نشوف مين معانا كده يشارك معانا. ناخد عمر محمد، اتفضل يا عمر. عمر محمد، أحمد عصام مكاوي. طيب أحمد عصام المكاوي، نعم. وآخر يا أحمد، ممكن تقول لي كده إيه الموجودة، العناصر الموجودة تحت القيمة الغذائية اليومية كده، مجموعة إيه دي؟ انت شايف الشاشة يا بطل؟ مجموعة الدهون كام الدهون موجودة قد ايه يا ترى؟ 1 جرام. 1 جرام. طيب بعد كده في مكتوب كلمة تانية اسمها ايه يا بطل؟ صوديوم. تعرف ايه هو الصوديوم؟ الدهون واحنا عارفينها، انما الصوديوم اللي هو ايه؟ عندك فكرة؟ شكرا ليك. طب اسمع كده ونعرف، تعرف كده المعلومه دلوقتي اللي هو مخصوص بالصوديوم. شكرا ليك احمد عصام. محمد اسماعيل، اتفضل يا محمد اسماعيل.
معنى الصوديوم ملح الطعام. إن شاء الله عليك، ممتاز كالعادة. الصوديوم هو ملح الطعام، هو اسم مسمى آخر لملح الطعام. كميته قد إيه هنا يا محمد؟ 234 مللي جرام. تمام تمام شوف بعد كده مجموعة الإيه يا محمد؟ السكري. مجموعة السكريات 14 جرام. جرام. شكرا ليك يا محمد. نقفل المايكات لو سمحتوا، مش حد يفتح المايك بدون اذن. طيب يبقى عندي هنا مجموعة الدهون قلنا 1 جرام، مجموعة الصوديوم اللي هو بيعبر عن ملح الطعام 234 مللي جرام. تمام. مجموعة السكريات 14 جرام. وبيبدأ بعد كده يجيب لي بعض النسب من نسب ايه بقى الفيتامين والحديد دي والحاجات دي، يعتبر ايه الحديد والمغنيسيوم دول يعتبروا ايه، نصنفهم تبع ايه ابطال؟ ناخد سيف سمر، اتفضل يا سيف. عندي نسب الحديد الموجودة في وجبة الطعام والمغنيسيوم، الحديد والمغنيسيوم ده يعتبر ايه؟ يعتبر ايه الحديد والمغنيسيوم دول؟ الحديد والمغنيسيوم قصدك يعني اقول كده بروتين وكده؟ لا يعني هما موجودين في ايه يا مستر قصدك؟ لا مش قصدي موجودين في ايه، قصدي دول يعني بالذات تحت مسمى ايه؟ بروتينات مثلا ولا معادن؟ مستر صوتك بيقطع. طيب المغنيسيوم والحديد كل ديت يعتبروا تحت مسمى الايه؟ المعادن. المعادن الموجوده في الجسم. شكرا ليك. طيب عايزكم ابطال تركزوا على كميه الصوديوم والسكريات بالتحديد، ليه يا ترى؟ نسمع كده راي حد تاني مشاركه، حد مشاركه؟ سيف سمر، اتفضل يا سيف. سيف سمر. نعم يا مستر. ليه بنركز على الصوديوم والسكريات في اي منتج كده؟ ليه عينينا اول حاجه بتبص على السكريات والصوديوم؟ ليه مهمين ليه بقى؟ السكريات تعتبر مهمة عشان هي بتدينا طاقة، لكن المفروض ان احنا ما نزودش منها. ما شاء الله عليك، ممتاز ما شاء الله. طيب لو احنا المنتج كان فيه كميات كبيرة من السكر ممكن يصيبنا بيها بطل؟ الصوديوم يعتبر مفيد في الجسم، فدي حاجة حلوة جدا ان هو في المنتج. تمام، بس كمية السكر لما بتزيد دي هتأثر عليا ولا مش هتأثر عليا؟ هتأثر. بإيه بقى؟ ممكن تسوس الأسنان. تمام طيب. وممكن شكرا ليك يا بطل. نبضات قلبية. طيب ناخد منا براء. ممكن براء تقول لي ملح الطعام دوت وكمية ملح الطعام دي بتأثر على إيه في جسم الإنسان؟ يعني زيادة نسبة ملح الطعام ده بيأثر على إيه؟ يحصل على ايه؟ يعني الكمية الإفراط في تناول ملح الطعام ده ممكن يؤثر على ايه بجسم الإنسان؟ طيب هنسمع الإجابة، خليك معايا بطل في المايك ونسمع الإجابة من محمد إسماعيل. اتفضل يا محمد. ما هو تأثير الإفراط في تناول الصوديوم أو ملح الطعام يا محمد؟ يصيب الإنسان بالأملاح. الأملاح، ماشي مظبوط. الأملاح دي هتؤدي لإيه برضه؟ زيادة الملح. ناخد حمزة جلال، اتفضل يا حمزة. نعم. عايز تضيف حاجة؟ نعم أنا عايز أجاوب. شكرا ليك يا بطل. أقول لكم أنا أبطال بقى، ملح الطعام دوت زيادته ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم. شوف بقى لما ناكل حاجات فيها املاح كتير ممكن يصيب تزود نسبه الاملاح في جسم الانسان، وده بيأثر على الكلى، وفي نفس الوقت ممكن يسبب ارتفاع ضغط الدم، مرض ارتفاع ضغط الدم. تمام، عايزكم تركزوا على النسب بتاعت الصوديوم والدهون والسكريات والبروتين. تمام هنا؟ تمام.
نحفظ كده. تمام، تعالوا بقى مع بعض نشوف نشوف كده احنا طبعا المنتج رقم باء كده نتعرف عليه الاول، وبعد كده نستفيد ايه اللي استفدنا منه. برضو ناخد عمر خطاب. عمر خطاب، طيب عبد الرحمن احمد. عبد الرحمن احمد، بارتري على عبد الرحمن. ممكن تقول لو انا عايز اعمل مقارنة بين المنتج الاولاني ده والمنتج الثاني، واحد ايه بقى من وجهة نظرك مين افيد صحيا؟ السيارة يعني مقارنة بين الاولاني والثاني كده، مين الاكثر صحيا؟ هبص على نسبة طبعا عشان اقارن، وجه المقارنة فين يا بطل؟ ليو لما اجي اقارن بين منتجين سيروم في الصوديوم وفي السكريات اكتر حاجة، تاني الصوديوم وفي السكريات، هنا عندي 234، هنا عندي 210، هنا عندي 14 جرام، هنا عندي 8 جرام، يا ترى في رأيك منتج الحبوب ألف أصح ولا منتج الحبوب باء؟ منتج الحبوب يعني كل ما بيزيد نسبة الصوديوم الأملاح يعني بيصبح ضار ولا مفيد؟ مستر، لا مستر، السكريات هو جايب لك هنا 14 وانا جايب 8، 8 افضل. يعني هنا الصوديوم 234، هنا الصوديوم 210، هنا ايوه 14 جرام، هنا السكريات 8 جرام. في رأيك لو انا بقارن بين الاثنين دول مين الاصح فيهم؟ مين اكثر صحيا؟ منتج باء اللي هو منتج حبوب باء، ممتاز. ليه؟ لان كمية الصوديوم هنا اقل من كمية الصوديوم والسكر. والسكر كمان، السكر ممتاز، ده وده اللي احنا عايزين نوصل له. اشكرك يا بطل، تعال نشوف مع بعض كده. شكرا يا عبد الرحمن. طيب محمد اسماعيل، اتفضل يا محمد، عايز تقول يا محمد؟ محمد اسماعيل، منتج الحبوب الإفطار ده أفيد. ممتاز، ليه يا بطل؟ دليلك على كده؟ عشان مجموع السكريات 8، ومنتج حبوب الإفطار ألف مجموع السكريات 14 جرام. كذلك برضو مين الصوديوم اللي هو ملح الطعام؟ الصوديوم 210، لكن عند منتج ألف صوديوم 234. تمام، يبقى هنا تفوق المنتج الإفطار باء. طيب تعال نقارن بقى يا بطل منتج الإفطار باء مع منتج الحبوب الإفطار جيم. لو قارنا بين الاثنين هنلاقوا مين الأفضل بقى؟ مجموعة الدهون 3، ومجموعة الدهون عند منتج باء 1، ولكن الصوديوم 210 ميلي جرام، والصوديوم عند منتج جيم 200 ميلي جرام، ومجموعة السكريات عند منتج باء 8 جرام، وعند مجموعة السكريات منتج جيم 1 جرام. طيب الأفيد ممكن اقول حاجه بس كده ابطال كده؟ انا يعني انا كل حاجه انت بتعملها اي حد بيعملها من الطلاب انا بشوف، شات بشوف، كلام بشوف، فيديو كاميرا مفتوحه بشوفها،
لو سمحتوا بلاش حوارات جانبية، نركز في الدرس. الناس اللي بتعمل شات مع بعضيها أثناء الحصة أنا شايف كل حاجة، كل حاجة، حتى اللي بيفتح الكاميرا بقول له اقفل الكاميرا لو سمحت. يبقى لو قارنت يا محمد إسماعيل بين المنتج باء والمنتج الإفطار ج، هنلاقي إن منتج مين بيتفوق؟ القرنة الأخيرة بقى، مين اللي هيتفوق؟ منتج بقى أخذ شوية عشان الدهون واحد، لكن منتج جيب مجموع دهون ثلاثة. تمام، ممتاز يا بطل. طيب زي ما قال محمد اسماعيل، يبقى اصبح المنتج الحبوب الافطار جيم هو الاكثر صحيا. طيب هنا بقى عايزين نعمل مقارنه، عامل وجه مقارنه اهو بين حبوب منتج حبوب الافطار الف من حيث مجموع الدهون والسكريات والبروتين. تمام، لو احنا لاحظنا مجموعه الدهون في منتج حبوب الافطار الف عليها 1 جرام، تمام، مجموع السكريات 14 جرام، مجموع البروتين 1 جرام. اما منتج حبوب الافطار ب كان مجموع الدهون يا ابطال 1 جرام، مجموع السكريات 8 جرام، مجموع البروتين 4 جرام. تمام، طيب تعالى نعمل مقارنة كده، مجموعة حبوب الإفطار ج وعندي مجموعة السكريات وعندي مجموعة 1 جرام، مجموعة البروتين 4 جرام. لو أنا عملت كده مقارنة هلاقي هنا إن مين بيتفوق؟ طبعا هنا الدهون 3 جرام صحيح، بس هنا السكريات 1 جرام هو الأقل، يبقى يعتبر منتج حبوب الإفطار ج هو الأكثر، الأكثر يا أبطال، الأكثر صحيا، صح ولا لا؟ صح. تمام، تعال نشوف بقى إحنا استفدنا إيه من المقارنات دي، ونشوف ناس بقى لما تنفعش دي والناس اللي ديت عليها، ماذا نستنتج من هذا المنصب؟ إيه الفائدة اللي اتحصلت عليها؟ نعم؟ عاوزين نسمع فيديو إن شاء الله. نقفل بس المايكات لو سمحتوا. ناخد سيف سمري، ايه الفايده اللي انت حصلت عليها من قراءتك لهذا المنتج الطعام؟ انا لما انا اتعلمت ايه؟ اتعلمت ايه كده من احنا قرانا الملصق كده، استفدنا حاجه ولا ما استفدناش؟ انا استفدت. استفدت ايه بقى؟ لما تروح مع ماما او بابا تعمل تسوق وتمسك اي عبوه هتبص في ظهرها ولا لا؟ أيوة. تبص في ظهرها؟ لا كنتش بتبص فعلا، بس دلوقتي هتبدا تبص كده. تعال نشوف مع بعض كده ايه اللي احنا انا دلوقتي هبدا ابص على تاريخ الصلاحيه، ولازما اهم حاجه اعرف هي معموله من ايه، ولازم اهم حاجه ان السكريات تكون نسبتها شويه صغيرين، والكربوهيدرات والبروتين والحاجات دي اللي هي المفيده لازم تكون كتيره، والصوديوم برضو مهم ولا مش مهم؟ الصوديوم مهم. ممتاز، شكرا لك، عليك ممتاز يا سيف، ما شاء الله عليك، ممتاز. طيب حد عايز يضيف حاجة استفادها قبل ما نبدأ من الملصق دوت؟ اللي استفدناه من الملصق؟ طيب أنا هقول أول واحدة هي أول استفادة. عايز واحد من الأبطال كده يقرأ معايا كده. محمد إسماعيل، اتفضل يا محمد. اتفضل يا محمد. أنه يتم عرض المكونات حسب الكمية من الأعلى إلى الأقل. يبقى لاحظنا إن أنا في النسب بتاعتي إن هو بيعرض لي المكونات الموجودة داخل
هذه العبوة من الأعلى إلى الأقل. يعني تلاقي مثلا الناس بيقول لك إيه، مثلا الفيتامين مثلا 14%، يبقى كده يقول لي نسبة الحديد مش عارف، يبقى من الأعلى إلى الأقل. ممتاز، شكرا لك يا محمد، ونشوف مشاركة شكرا لك يا محمد. في ناس ما رفعتش ايديها وما شاركتش معانا النهارده. عمر محمد، انا ما اسمعش صوت عمر محمد النهارده. عمر، بس في ممكن تقول لي فائده اخرى استفدتها اليوم من قراءتنا لهذه المنصفات؟ استفدتش حاجة كده؟ مقارنة كده، في المقارنة دي ركزنا على ايه؟ طب ممكن تقرأ لي يا بطل كده؟ يمكن عندك الصوت. تفضل عبد الرحمن. توضح منسقات التغذية التغذية عدد السعرات الحرارية والعناصر الغذائية الموجودة في الكمية القياسية للمنتج. تمام تمام مستر، تفضل. ممكن نقول أهمية معرفة أنواع الأطعمة، ولا نكسر منها لكي نصوب بالسم. أشكرك يا بطل، أشكرك. طيب تعال نشوف إيه الفائدة اللي بعد كده اللي استفدناها. دي طبعا فائدة مهمة جدا في النهاية. ناخد براءة محمود. ايه رقم ثلاثة؟ ممكن تكرار رقم ثلاثة كده؟ انه يوجب تجنب الأطعمة المصنعة. تعلمت انه يجب عدم تناول الايه؟ الأطعمة المصنعة. يعني اي حاجة مغلفة احاول بقدر الامكان، لو انا اضطريت لكده طبعا هنظر فيها وتفحصها، اشوف الايجابيات اللي فيها والحاجات السيئه، انما بقدر الامكان اتجنب الاطعمه المصنعه. يعني ايه؟ زي مين؟ زي مثلا همبرجر، زي مثلا المربى، زي ذلك الجبن الموجود، كل اي حاجه موجوده في العرق غير الطبيعيه، حاجه غير طبيعيه احاول اتجنبها، لان دي بتضر الانسان. ليه بقى؟ طيب عايز اسال كده الابطال كده، لماذا الاطعمه المصنعه ديت يعتبر خطر على صحه الانسان؟ سؤال سهل يعني، اتكلمنا فيه قبل كده. اتفضل يا محمد اسماعيل. عشان بيكون فيها مواد حافظه. ممتاز، عشان فيها مواد حافظه. تمام، وتلاقي كده كلمات انا ممكن ما اعرفهاش كشخص عادي. تمام، فالمواد الحافظه دي بتاثر على صحه الانسان. طيب في حد عنده استفاء حاجه تانية استفادها النهارده من تعرفنا على مقارنه بين المنتجات؟ حد عاوز يضيف حاجه يا ابطال؟ حد يقول لنا استفاد بايه وتعرف على ايه؟ طيب. نعم، عايزين نشوف احنا استفدنا ايه. تعال نشوف كده. طيب لو عايزين برضو نشوف ما المنتج الذي يحتوي على اقل عناصر غذائيه مفيده، يا ترى مين اكثر واحد مفيد، اقل واحد في الافاده، يعني اقل واحد في العناصر الغذائيه، اقل منتج ولا ماء ولا ايه؟ عايز يتكلم ارفع ايده. النعنع المصنع. ثاني،
منتج حبوب الإفطار. تفضل عمرو إسماعيل تاني. ما المنتج الذي يحتوي على أقل عناصر غذائية مفيدة؟ ألف ولا باء ولا جيم؟ ألف. متأكد يا محمد؟ ممتاز يا محمد إسماعيل، فعلا منتج حبوب الإفطار ألف. إيه دليلك على كده بقى؟ لماذا يصنف إن هو أقل عناصر غذائية؟ عشان فيه السكريات والصوديوم ودهون والحاجات دي يعني أعلى. تمام، لأنه يحتوي على إيه بقى، ممكن تقرأ لي؟ لأنها تحتوي على كمية كبيرة من الصوديوم والسكر. ممتاز، وهي كده يعتبر أقل منتج غير صحي. شكرا لك يا بطل. طيب ما المنتج؟ شكرا. السؤال رقم 2، مين يقرأه معايا كده؟ ناخد عبد الرحمن. اتفضل عبد الرحمن. عبد الرحمن عبد الرحمن المنتج الذي يحتوي على أعلى عناصر الغذائية مفيدة وصحية. إيه ما منتج الحبوب إيه بقى؟ ألف باء ولا جيم؟ باء. متأكد أنت كنت معايا مركز معانا وإحنا بنقارن بين ثلاثة أنواع؟ باء يا مستر، عشان بقى السكر فيه منخفض، يعني هو 8 وهو كان في 1014 و لا انت مش والملس. لو خليك معايا كده عبد الرحمن هتعرف الاجابه. ناخد حمزه جلال. اتفضل حمزه. يا ترى المنتج اللي يحتوي على اكثر عناصر غذائيه مفيده وصحيه مين بقى؟ منتج المربى. طيب احنا عايزين نوضح برضو ان كميه، قبل ما نجاوب على السؤال ده، ان كميه كبيره من السكر ممكن تسبب ايه؟ سمنه. كما ان كميه كبيره من الصوديوم قد يسبب ارتفاع ضغط الدم. طبعا منتج الحبوب رقم جيم هو الاكثر. لماذا؟ لانه يحتوي على كميه قليله من الصوديوم والسكر. على كمية قليلة من الصوديوم والسكر. تمام. طيب السؤال الأخير كده، كيف يساعدك منصف العناصر الغذائية على تحديد النوع الصحي من منتجات حبوب الإفطار؟ ساعدني في إيه بقى؟ المنصف بتاع العناصر ده ساعدني إن أنا أحدد أكثر حاجة صحية إزاي؟ عايز حد جديد، عايز حد جديد. ماشي. احمد عصام محمد اسلام الجوهري ممكن اسمعه؟ محمد عصام اسلام الجوهري داخل متاخر النهارده. طيب احمد عصام ممكن نسمع صوت احمد عصام؟ نعم. يقول لي منصف العناصر الغذائيه النهارده هتساعدني في تحديد النوع الصحي ازاي بقى؟ من خلال ايه بقى؟ طب ممكن تقرا كده يا بطل؟ زودنا بمعلومات مفضله مهمه حول كميه الدهون والسكر والصوديوم والالياف التي يحتوي عليها. هو زودني يبقى المنصف دوت بتاع العناصر الغذائيه اللي احنا شفناها الثلاثه دول، اداني تفصيل عن كميه الدهون، كميه السكر، وكميه الصوديوم والالياف. طيب حد رفع ايده تاني كده. شكرا ليك يا بطل. عايزين نسمع براء. اتفضل يا براء. كنت تقرا لي تاني كده؟ يبقى الاستفاده ايه النهارده من المنطقات العناصر الغذائيه؟
استفدنا من العناصر الغذائية. هو زودنا بإيه؟ معايا بطل؟ معاكم. ممكن تقرأ لي الناس، مش عايز تكون مشغول بحاجة، خليك معايا كده. الموصل ده زودني المعلومات، اقرأ يا بطل. زود معلومات مفصولة مهمة، مفصلة أو تفصيلية يعني، مفصلة مهمة مهمة حول كميات الدهون والسكر والصوديوم والألياف التي يحتوي عليها. فنتعلم النهاردة اللي احنا لازم على المصدر بتاع أي عبوة نعرف تاريخ الإنتاج، بلد الصنع، اتفرج على القيمة فحص القيمة الغذائية بتاعت المنتج، كمية السكر، كمية الصوديوم، كمية الدهون، كل دوت متأكد من صحة العبوة، كل ده بيفيدني ان انا استفيد من واحدد اكثر نوع مفيد وصحة ليا. طبعا انا بطبق الهدف من قراءة المعلومات ايه يا ابطال؟ احنا نشوف اكثر منتج هيستفيد منه جسمي ومش هيضرني، هو ده الهدف، هدف القراءة احنا اشوف اكثر نوع هيفيدني واشتريه. تمام؟ حد عنده تاني اي تعليق؟ حد عايز يضيف حاجه النهارده؟ نسمع حمزه كده، اتفضل يا حمزه. نعم يا مستر. عايز تضيف حاجه النهارده؟ اتفضل. استفدت عن العناصر الغذائية، بس استفدت اللي ما كترش في الأكل. تمام. السعرات الحرارية المفروض أتناولها، قلنا الرقم كام خلال اليوم كله؟ ما زودتش عن كام؟ يعني مثلا باكل مجموعة وجبات وقال لي الوجبة دي فيها مثلا 10 سعر حراري، الوجبة الثانية فيها مثلا 100 سعر حراري، المفروض إجمالي السعرات الحرارية ما تزيدش عن كام يا بطل؟ عن 2000 سعر حراري، ما تزيدش عن 2000 سعر حراري، ماشي يا بطل؟ شكرا. أعرف ريحة المايك. لا مستر ولا توم ميوت. بس عشان مستر خليها مني. المستر ده